يبارككم ويحفظكم. لقد أعطاني الله كل سلطان في السماء والأرض، فامضوا لتبشير الناس من كل الأمم برسالة الخلاص ليكونوا أتباعي، واغسلوهم بالماء باسم الله ومسيحه وروحه القدوس، وعلموهم أن يعملوا كل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان. الحواريون مسلسل في حلقات يحكي قصة رسل السيد المسيح الذين اختارهم ليبشروا الناس برسالة الخلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكيد قاعدة تستندغيني. إيه طبعاً، وخصوصاً اليوم وصلنا لخاتمة القصص، وأنا أستندغ نهاية هاي القصة على أحغى من الجمر. بس خليني شوية أستريح حتى نبدأ القراية، ويا ريت سناء لو تعملينا الشاي من إيديك الحلوي بين ما بدل حواسي. إيه صاغر عقد بيك خير وتدلل. إحنا عرفنا إيش شون بولس رفع قضيته القيصر، وتقرر أن يسافر المدينة روما حتى يتحاكم هنوك قدام القيصر ويشهد بالحق. وسلموا بولس الضابط برتبة قائد مع مجموعة من المسيجين حتى يوصلهم لروما، وسافروا عن طريق البحر. وكانت الرحلة شاقة كثير، كادت تنهي حياة كل اللي بالسفينة، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يوصل بولس لروما سالم، ووهب حياة لكل المسافرين مع بولس. بعد ما وصلوا لروما، الأخوة هنوك استقبلوا بولس، ولما غشعم بولس تشجع وفرح، وبعد ثلاثة أيام بعث بولس على قادة بني يعقوب بروما حتى يوضح لهم موقفه. بعضهم آمن وبعضهم رفض أن يسمعوا، وظل بولس مدة سنتين ببيت استأجره مع الحارس مالته يرحب بكل واحد يزوره.
واستمر يعلن شهادته عن مملكة الله وعيسى المسيح. وبهاي الأثناء قرر بطرس ومرقس أن يسافرون لمدينة روما، فوصلوا هنوك وبشغوا الناس بجرأة. بعد ما تحاكم بولس لقونه بريء وما عمل شيء يستحق العقاب، فأطلقوا سراحه. والتقى بطرس بولس بروما، وبهذاك الوقت كان يحكم روما إمبراطور اسمه نيرون. وبزمن هذا الإمبراطور صاغ اضطهاد كلش قوي للناس اللي آمنوا بالمسيح. وبالسنة 68 ميلادية استشهد بطرس وبولس على إيد هذا الإمبراطور. وهذا الاضطهاد اللي تعرضوا للمؤمنين كان حافز لهم على النمو بالإيمان، وازداد عددهم يوم بعد يوم بإرادة الله. ونحن مثل ما نعرف يوحنا هو واحد من الحواريين الـ12 اللي اختارهم سيدنا عيسى ببداية رسالته، وهو صاغ شيخ كبير بالسن وسافر لمدينة أفاس غرب تركيا واستقر هنوك. يوحنا كان دائما يشجع الناس المؤمنين على الثبات بالإيمان وبإرشاد من الروح القدوس. يا أخوان، أنا أحب دائما أذكركم بالكلمات اللي قال سيدنا عيسى ومبور أنا كنت شاهد على حياته على أرض وعاصرت هذا الشيء، وخشعت كل المعجزات العظيمة اللي عملها، وكنت شاهد على قيامته من الموت. وأنا أتذكر هاي الكلمات اللي قال مولانا المسيح لنا نحن الحواريين بالليل الأخيرة قبل ما يموت: لا تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله فتآمنوا بيهم، وعند الله بيت الخلود وبينه مساكن كثيري، ولا ما قلت لكم أنا غيح أحضغ مكان لكم، وبعد ما أروح وأحضغ المكان أرجع وأخذكم معاي وتكونون ويصب أنا موجود، وأنتم تعرفون الطريق اللي أنا غيح بيني. مولانا، نحن ما نعرف ويصب أنت غيح، فشون نعرف الطريق؟ يا توما، أنا هو الطريق والحق والحياة، وما حد يطيق يجي لالله إلا بواسطتي. وصدقوني أقلكم الحق، اللي يؤمن بي يطيق يعمل الأعمال اللي عاد أعملها، وتق يعمل أعظم منا مبورنا ريجع الربي. وصدقوني، إذا طلبتم أي شيء من ربي باسمي أعمله حتى يعلى اسم ربي بواسطتي. وإذا كنتم تحبوني أعملوا وصاياي، وأنا غيح أطلب من ربي وهو غيح يطعيكم، يطعيكم مرشد يبقى معاكم للأبد. وهذا المرشد هو روح الله القدوس منبع الحق، وأهل الدين ما يقبلون أمبر، ما يشاعون وما يعرفون، لكن أنتم تعرفون أمبر. هو طول هاي الفترة كان معاكم وأيدكم وغيح يكون ثابت بيكم. وإذا كرهوكم أهل الدين فعرفوا أن كرهوني قبل أن يكرهوكم، ولو كنتم من أهل الدين لكانوا يحبوكم مثل أهلهم، لكن أنا اختاريتكم من هاي الدنيا وأنتم ما منتمين لها، لهذا السبب يكرهوكم العالم. وفكروا بالشيء اللي قلتونه لكم: العبد ما أعظم من سيده. وكناس اضطهدوني وغيح يضطهدوكم أنتم هم،
وكو ناس عملوا كلامي وغيح يعملون بكلامكم هم. بعد فترة قليلة ما غيحتوا شعوني، وبعدها بشوية غيحتوا شعوني. توما توما، أشقى يقصد مولانا بحكينه هذا؟ أنا ما أعرف. بعدين أشنو قصده بعد قليل ما تغشعوني وبعد هذا تغشعوني؟ وش يقصد بكلامه أنا راجع لله؟ أشنو معنى بعد قليل يعني؟ ما أقدر أنا ما قد أفتهم كلامه. ما عاد نفهم كلامه. تتسألون بيناتكم عالشي اللي قلتونه. بعد فترة قليلة ما غيح تغشعوني، وبعدها بشوية تغشعوني، وأنا أقل لكم الحق غيحت بكون وتنوحون عالشي اللي غيح يصير بيي. لكن أهل الدنيا غيح يفرحون، أنتم غيح تحزنون، لكن حزنكم يتحول الفرح من تغشعوني مرت اللخ. واستمر سيدنا عيسى يحكي معاهم وقلم، وهذا الشيء مثل المغى اللي تتألم وهي تجيب. انبور وقتها جاء، لكن اش وقت ما انولد طفلة تنسى أوجاعها الفرحة بولادة إنسان جديد بالعالم. وانتم تحزنون هالسع، لكن غيح أغشعكم مرت اللخ فيفرح قلبكم، وما حد يطيق ياخذ فرحكم منكم. وبهذاك اليوم لا تسألوني أي شيء، لكن صدقوني إذا طلبتم شيء من الله من أجلي غيح يطعيكم، واطلبوا تنالون ويكون فرحكم كامل. وكمل سيدنا عيسى كلامه وقال: مع أنه أنا استعملت الرموز بحكي معاكم، لكن يجي وقت ما أحكي بينه معاكم برموز، لكن أخبركم عن الله بصراحة. وبهذاك اليوم تدعون الله باسمي، لكن لا تفهمون من هذا أنه أنا غيح عدو الله بالنيابة عنكم. فالله نفسه يحبكم مبور أنتم تحبوني وآمنتم أنه أنا جيت من الله. إيه نعم، من الله أنا جيت لهذا العالم، وبعده أغوح من العالم وأرجع لربي. إيه مولانا، هسا أنت تحكي بوضوح وما برموز. اي نعم مولانا، ونحن نعرف انت تعرف كل شيء وما تحتاج واحد يسألك. لهذا السبب نحن نؤمن انت من عند الله وهو أرسلك. اي نعم مولانا. هسا انا عاد اغشع عدكم ايمان بيي، لكن غيح يجي الوقت اللي تتفرقون بينه كل واحد بحاله وتتركوني وحدي. لكن انا ما وحدي، مبور الله معاي. انا حكيت لكم كل هذا حتى يكون عندكم سلام بواسطتي، مع انه غيحت عانون الضيق بالدنيا، لكن ثيقوا انا غلبت الدنيا. انا هو كرمة العنب الحقيقي، وربي هو الكرام. كل غصن بينه ما يثمر يقطعه، وكل غصن يثمر ينقينه حتى يثمر اكثر. انتم هسه عن قياء فضل الكلام اللي قلتونه لكم، ثبتوا بي ونبيكم، مثل ما الغصن ما يثمر من نفسه إذا ما مثبت بالكرمة. أنتم هم ما تطيقون تثمرون إذا ما تثبتون بي. أنا هو الكرمة وأنتم الغصان، اللي يثبت بي وأنا بينه يثمر ثمر كثير. بور أنتم بدوني ما تطيقون تعملون شيء. اللي ما يثبت بي ينزت بعيد مثل غصن يابس، والغصان اليابسي تنلم وتنزت بالنار خاطر تشتعل. إذا ثبتتم بي وثبت كلامي بيكم، أطيقون تطلبون الشيء اللي تغيدونه وغيح تحصلونه. إذا ثمرتم ثمر كثير فتبينون أنتم تلاميذي، وبهذا الشيء يتمجد الله. مولانا عيسى بعد ما قال هذا الكلام رفع عينه للسماء ودعا الله سبحانه وتعالى: يا رب يا رب، جاء الوقت، ارفع شام مسيحك المحبوب حتى تيقي مجدك. انبور انت طعيت السلطة على كل البشر،
حتى يمنح حياة الخلود لكل اللي وهبتم هذا الشيء بواسطتي. وحياة الخلود هي أن يعرفوك أنت الإله الحق الواحد، ويعرفون عيسى المسيح اللي أنت بعثته. وأنا مجدتوك على الأرض بإنجاز العمل اللي كلفتني بينه، وهسه كرمني بجنبك بالكرامة اللي كانت لي عندك قبل ما يكون هذا العالم. يا رب انت اختاريت ناس معينين وسلمت من لي، وانا حكيت لهم عنك وهي معبلة بكلمتك وعوفة هسه كل شي طاعتني هو من عندك. فالرسالة اللي طاعتني هي انا بلغتوها لهم وهي مقبلوها وعوفة كلش مليح انه انا جيت من عندك وامن وانت بعثتني. وانا ما غي حد علم الوحدة، لكن الكل واحد يؤمن بواسطة كلامه. يا أخوان، أنا تكلمت معاكم وذكرتوكم بنعمة الحياة الأبدية بالإيمان بالمسيح. انظر هاي النعمة تبدي هسع وتكون من نصيب الناس اللي يؤمنون بأن عيسى هو الطريق والحق والحياة. واستمر يوحنا يحكي مع مجموعة المؤمنين. انبور بهذاك الوقت هي متعرضوا إلى مشاكل كثيرة، وهاي المشاكل كانت تهددهم من خلال انتشار عقائد وتعاليم كذب من قبل بعض الناس. فحاول يوحنا أن يساعد جماعة المؤمنين ويوضح لهم صفاء الإيمان، ويحذرهم من التعاليم الباطلة، ويحثهم أن يعيشون بالنور والمحبة والتقوى. يا أخوان، أريد أذكركم بالمسيح اللي هو كلمة الله الحية، اللي هو موجود من البداية وتجلى، فسمعنان وخشعنان بعيوننا ولمسنان بدينا، وحياته ظهرت وبيها بين لنا حياة الخلود، ونحن خشعناها ونشهد له ونبشركم بيها. وأنا أحكي عن حياة الخلود اللي كانت عند الله سبحانه وتعالى وظهرت لنا، ونحن نبشركم بماخ شعنان وسمعنان حتى يكون لكم نصيب معانا بحياة الخلود. وبهذا الشيء غيح يكون لكم رابطة مع الله وعيسى المسيح. وأنا أوضح لكم هذا الشيء حتى يكون فرحنا كامل. الحمد لله والشكر على نصيبنا بالآخرة. نحن فرحانين بوجودك معانا وتشجيعك لنا. يا أخوان، الرسالة اللي سمعناها ونخبركم بيها هي الله نور وما بينه ظلام. وإذا كنا نقول لنا رابطة معانه ومع هذا نعيش بالظلام، فنحن نكذب وما نعمل الحق. لكن إذا كنا نعيش بالنور مثل ما هو موجود بالنور، فتكون لنا رابطة قوية مع بعضنا، ودم المسيح عيسى يطهرنا من كل ذنب. وإذا ندعي ونقول نحن بدون ذنب، فنحن نخدع نفسنا وما نقول الحق. انظر إذا اعترفنا بذنوبنا وآثامنا وتبنا، فهو أمين وعادل يغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل إثم. أشطيق أعمل إذا أخطأت أو عملت ذنب؟ يا أولادي الأعزاء، أنا حكيت هذا الشيء حتى ما تخطئون. لكن إذا خطي واحد، عدنا شفيع عند الله هو عيسى المسيح الصالح، هو الضحية عن ذنوبنا وآثامنا.
ما على ذنوبنا بس، لكن عن ذنوب كل الناس المؤمنين بكل العالم. ولادي، لا تحبون الدنيا ولا الأشياء اللي بالدنيا. انظر اللي يحب الدنيا ماكو محبة الله بداخله، وكل ما تقدموا الدنيا هو شهوة الطبيعة الدنيئة وشهوة العيون والتباهي بأمور الحياة، وهاي الأشياء ما تجي من الله لكن من الدنيا، والدنيا غيحة هي وكل شهواته. لكن اللي يعمل مشيئة الله يفوز للأبد. لكن ليش أهل الدنيا يكرهونه؟ يا أخوتي لا تستغربون إذا كان أهل الدنيا يكرهوكم، وإذا حبينا الأخوة المؤمنين بهذا الشيء نتأكد أنه نحن انتقلنا من الخيصغين للفائزين. والما يحب خصغان، واللي يكره أخونه فهو قاتل، والقاتل مثل ما تعرفون ما له حياة الخلود. ونحن عرفنا المحبة من ضحى المسيح بحياته من أجلنا، ونحن لازم نضحي بنفسنا من أجل الأخوة. إذا كان واحد عنده من خيرات هاي الدنيا ويخشى أخونه محتاج ومع هذا ما يشفق علينه، فأشون تكون محبة الله بقلبه؟ يا أولادي الأعزاء، لازم نحب محبة حقيقية، ما بالكلام واللسان بس لكن بالأعمال الحقيقية. يا أحبائي لازم نحب بعضنا البعض، لأن المحبة من الله، وكل واحد يحب هو من عباد الله الصالحين ويعرف الله، واللي ما يحب ما يعرف الله. انبغر الله محبي. اي نعم، انبغر الله محبي ومحبته لنا عظيمة. والمحبة اللي اقصدها هي المحبة الحقيقية، يعني ما محبتنا لله لكن محبة الله لنا بإرسال مسيحه حتى يكون كفارة عن ذنوبنا وآثامنا. ماكو واحد غشى الله أبد، لكن إذا ثبت روح الله بينا فنطيق نحب بعضنا البعض، ومحبته تظهر بصورة كاملة بيننا. أشون أطيق أميز بين الحق والضلال؟ يعني أشنو قصدك؟ قصدي أكو جماعة يجون ويقولون نحن عندنا نبوءات، أو نحن معلمين، ونحن ما نعرف هي مصادقين إلا لا. يا أحبائي لا تصدقون كل روح وكل نبوة، لكن امتحنوا الأرواح حتى تعرفون إذا كانت النبوة من الله. انبور انتشروا بكل مكان ناس كثير يقولون عندنا نبوات وهي مكذابين، وهي من هاي الدني ويحكون وجهة نظر هاي الدني، ولهذا السبب أهل الدني سمعوهم. وشهادة الله هي أنه طعان حياة الخلود، وهاي الحياة بالمسيح، واللي يؤمن بالمسيح إيمان حقيقي اللو هاي الحياة، واللي ما يؤمن بينه ما لو حياة الخلود. ذاك الوقت صار اضطهاد كلش قوي لجماعة المؤمنين بأفاس بسبب إيمانهم بالمسيح عيسى، ومنهم يوحنا اللي نفونه الجزيرة بطمس اللي تصيغ ببحر إيجا وتبعد 100 كيلومتر عن أفاس. والله سبحانه وتعالى أنعم على يوحنا بهذاك الوقت برؤية وهو بالجزيرة حتى يشد من عزيمة المؤمنين ويطعيهم أمل ورجاء ويتمسكون بالإيمان بأوقات الشدة والألم. وهاي الرؤية موجهة أصلاً لجماعات المؤمنين بالمناطق السبعة اللي بغرب تركيا. يوحنا بعد ما غشع الرؤية بعث على شيوخ جماعات المؤمنين بهاي المناطق. يا أخوان أنا يوحنا أخوكم وشريككم بالألم، وكلتنا شركاء بمملكة الله،
فخلي نثبت بعيسى المسيح. طبعا أنا مثل ما تعرفون منفي بهاي الجزيرة، مبورة نادي بكلمة الله وأشهد بعيسى المسيح. نحن نعرف هذا الشيء يا يوحنا، ونعرف اش قد تألمت بسبب الإيمان بعيسى المسيح، ونحن نعتز بيك مبور انت عاصرت سيدنا ومولانا عيسى. اي نعم صحيح. لكن اسمعوا الرواية اللي شعتوها. اسمعوا يا جماعة. يا اخوان، بيوم الاحد حل علي الروح القدوس، فسمعت وغاي صوت كلش قوي مثل صوت البوق يقول: اكتب الشيء اللي يغيح تغشعه بكتاب، وابعثوا لجماعة المؤمنين اللي بأفاس وأزمير وبرغاس وثياترا وساردس وفيلادلفيا ولادوكية. نحن جينا وحضرنا هوني من المناطق السبعة حتى نسمع اللي غيح تقوله. اي نعم اي نعم اي نعم، ونحن مستعدين ان نسمع كلام الله. اي نعم يا اخوان، انا التفت لي وغا حتى اخشع منو هيحكي معي، فخشعت سبع مصابيح من ذهب وبوسطه واحد يشبه ابن الانسان، ولابس قميص طويل وحول صدره حزام من ذهب وشعر غاسه ابيض مثل الصوف او الثلج، وعيونه مثل شعله ملتهبي، ورجلينه تلمع مثل النحاس النقي، وصوته مثل صوت شلال ماي غزير، وبيده اليمين سبع نجوم، ويطلع من ثمه سيف قاطع بحدين، ووجهه مثل شمس الظهر. فلما نخشعتونه وقعت يم غجلينه مثل الميت، فخلى ايده اليمين علي وقال لي: لا تخاف، انا الاول والاخير، انا منبع الحياة، مع انه كنت ميت لكن هسع حي للابد، وبيدي مفاتيح الموت والحياة، فاكتب اللي خشعته واكتب اللي غيح يصير هسع، واكتب الشيء اللي يصير بعدين. سبحان الله سبحان الله. يوحنا، اشنو سر النجوم السبعة اللي خشعتها بيدو اليمين؟ ايه يوحنا، واشني هي مصابيح الذهب السبعة؟ قال لي: النجوم السبعة تمثل المسؤولين على جماعة المؤمنين السبعة، والمصابيح السبعة تمثل جماعات المؤمنين السبعة. ايه كمل يوحنا كمل، بعدين ايش صار؟ قال لي: اكتب يا يوحنا، اكتب المسؤول جماعة المؤمنين بأفاس، وقل لهم هاي رسالة اللي ماسك بيده اليمين النجوم السبعة ويمشي بين مصيبيح الذهب السبعة. فكتبته